السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى في القناة ديالي موروكان ديلايت. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الحليوة ديال اللوز والقرقاع بدون فرن، ما طيبوها ما والو، ما فيهاش تمارة، سهلة بزاف وكتجي زوينة. هادو هما المقادير. ما فيهاش حتى المقادير بزاف، فيها مقادير قلال. اول حاجه كنبداو بها هي كنشدو السكر والماء والقهوه وكندوبوهم على عافيه مهيله، وكنبقاو نحركو باش كي عافيه مهيله حتى كدوب ديك القهوه كما كتشوفوا. هي القهيمه ديالي دابت كنحيدو من فوق العافيه ونخليوه يبرد. من بعد كنمسح داك القرقاع بشي زيف نقي، ونطحنوه. ملي كنطحنوه كنحتفظوا به في شي زلافه، من بعد كندوزو اللوز حتى هو كنمسحوه بزيف يكون فازوك ومعصر. ملي كنمسحوه كندخلوه الفران يتحمر. منين كيتحمر لينا حتى هو كنشدوه كنخليوه يبرد شي شويه وكنطحنوه، كنطحنوه مزيان. كنخلطوا اللوز مع القرقاع اللي طحنا في الاول، ومن بعد كنزيدوا عليهم داك الخليط ديال القهوه اللي حضرنا في الاول. خلطوا مزيان، الا ما بغاتش تجمع لكم هاد العجينه، الا ما بغاتش تجمع لكم كبيرات عاودوا طحنوه شي شويه باش يتجمع. من بعد كنديروه كبيرات بحال هكا، كنحتفظوا بدوك الكويرات ديالنا وكندوبوه في الشكلاط. الشكلاط كندوبوه بالطريقه العاديه، حمام مريم دماغي. ها انتما كنشدو الشكلاط كنديروه من الفوق وكسرونه من التحت اللي فيها غير شي شويه ديال الماء، وتكون على نار مهيله. من بعد ملي كيذوب الشكلاط كنحيدوه وكنشدو دوك الكرات وكنغطسوهم في الشكلاط بحال هكا. من بعد كاين واحد كنشدو طبسيل كنحطو فوق منه داك بابي سلوفان ولا ورق ديال الزبده، وكنحطو فوق منه دوك الكويرات. ناخذ دوك الطريفات ديال القرقاع
ونحطوهم على كبره ونضغطو بيدينا لتحت بحال هكا ونخليوها تبرد، وهكا كتجي زوينه وسهله بزاف في المذاق، كتجي بنينه خصوصا الا كان كيعجبكم الشوكولاطه والقهوه. كنتمنى انه الفيديو ديالي يكون عجبكم، وان شاء الله جربوها، راه كتجي زوينه وسهله وما كتاخذش الوقت. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تسجلوا في القناه ديالي وشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا لكم وخليتكم على خير. السلام عليكم.